أخيرا نسأل لفضيلة الشيخ عن قول الرسول صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم، أي تعلموا مناسككم مني، من عمل الرسول صلى الله عليه وسلم، مثل قوله صلوا كما رأيتموني أصلي. المراد الاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم في أداء المناسك جميع العبادات. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، يعني قدوة.